that may endanger the safety of an opponent, players and coaches should... عاجل. الخبير التحكيمي كولينا يفضح الحكم الهندوراسي بسبب هذه اللقطة في مباراة المغرب مع أوكرانيا، وينتظر للمنتخب المغربي بعد هزيمته. شاهد ماذا قال. ولكن قبل البدء، إذا كنت تتفق معي أن المنتخب المغربي تعرض لمؤامرة اليوم، فاضغط إعجاب لهذا الفيديو وعطر فمك بالصلاة على رسولنا الكريم. الكثير من الجدل أثرته قرارات الحكم الهندوراسية التحكيمية في مباراة المغرب مع أوكرانيا اليوم، والتي أدت لهزيمة المنتخب المغربي بهدفين مقابل هدف واحد، حيث دخل على الخط الخبير التحكيمي كولينا وأدلى بتصريحات نقلتها قناة الكأس القطرية وقال: لقد أثار الحكم الهندوراسي الجدل بعدة أخطاء تحكيمية في حق المنتخب المغربي ضد المنتخب الأوكراني. فهنا نشاهد في هذه اللقطة أن مهاجم المنتخب المغربي سفيان رحيمي كان داخل منطقة الجزاء، وقد تعرض للإعاقة من جانب مدافع المنتخب الأوكراني. فهنا نشاهد مدافع المنتخب الأوكراني يدفع سفيان رحيمي بيده في ظهره ويعاقله أيضا بقدمه. فهنا مخالفتان في مخالفة واحدة، وكان يجب على الحكم الهندوراسي احتساب ركلة جزاء صحيحة 100% لصالح المنتخب المغربي. فهذه اللقطة كانت في بداية الشوط الأول، وأندهش أن الفار لم يتدخل في هذه اللقطة مثل ما حدث في مباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب الأرجنتيني. فيبدو أن هناك مؤامرة مدبرة ضد المنتخب المغربي في هذه الأولمبياد لكي لا يتأهل إلى الدور الثاني. فلقد تعرض المنتخب المغربي للظلم ضد المنتخب الأرجنتيني من جانب الحكم السويدي، واليوم يتعرض المنتخب المغربي إلى كارثة تحكيمية من جانب هذا الحكم الهندوراسي وحكام الفار. فالمغرب دائما عرضة للمؤامرة التحكيمية في البطولة الكبرى، ولا أحد ينسى ما تعرض له المنتخب المغربي من ظلم أمام منتخب فرنسا في مونديال قطر. ننتظر آراءكم في التعليقات.